السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. إلى المغرب العربي تحديدا من تطوان، معنا عبر سكايب الشاعر المغربي المتميز الأستاذ سعيد بن عياد. حيا الله الأستاذ سعيد، وأهلا وسهلا بك في بيت القصيد. مرحبا أستاذ مصطفى، مرحبا بقناة الرافدين، ومرحبا بي في برنامجكم، وأرجو ألا أكون ضيفا ثقيلا. أنت دائما خفيف الظل، هكذا كنت وتبقى أستاذ سعيد. في البداية دعنا نعرج قليلا على شيء من السيرة الذاتية، الإنجازات الأدبية، وما يحب سعيد بن عياد الشاعر المغربي أن يعرفه الجمهور على عموميته عنه. ماذا بإمكانك أن تقول؟ لك من الوقت دقيقتان من خلالهما تعرف عن نفسك بما تحب، تفضل أستاذي. نعم، سعيد بن عبد السلام بن عياد، من مواليد مدينة تطوان سنة 1968، حاصل على إجازة مهندس دولة في الهندسة المدنية، يعني تخصص بعيد نوعا ما عن المجال الأدبي. لكن استهواني حب اللغة العربية وحب الأدب منذ سن الشباب، فكان ما شاء الله له أن يكون. لدي يعني مشاركات أدبية في بعض الصحف وفي بعض المنتديات، ولدي ديوان قيد الطبع لم يكتب له بعض أن يصدر. نعم. وكذلك ديوانان للأطفال، جميل. مجموعتان شعريتان للأطفال. جميل جدا. إذا أردنا أن نتحدث عن اللغة العربية وما تحبه أنت كشاعر أن يدرج في الوسط أو في عموم المجتمع، رأيتك كثيرا ما تلمح من خلال متصفحك الخاص في فيسبوك مثلا، وتطرح الكثير من القضايا اللغوية بطريقة فكاهية. هل هذه طريقة أنت تتعمد اتباعها أم أنها تأتي عفوية معك هكذا؟ لا والله، فقط فيما يتعلق بالفيسبوك أرى أنه يشبه محلات الأكل الخفيفة، و لا يمكن أن نقارنه بمحلات بالمطاعم الأكل الدسمة، فهو ينبغي أن يكون خفيف الظل، لأن حتى المتصفح عادة لا يجد من الوقت الكافي ما يعكف فيه على البحث في دقائق أمور، فيستحسن أن نقدم له المعلومة بشكل مبسط. فإن أراد مزيدا من التفاصيل فعليه طبعا بالرجوع إلى أمهات الكتب المعروفة في هذا الميدان. حتى يعني طريقة عرض المعلومات في الفيسبوك لا تتيح كثيرا من المسائل، لا تتيح إدراج العديد من الصور، وبينها لا تتيح مثلا إدراج الرسوم البيانية إلا على شكل صور. يعني هناك مجموعة من المسائل التي نفتقدها في الفيسبوك، ويمكن أن نجدها بشكل ميسر في الكتاب الورقي. نعم. عن الشعر الآن أستاذ سعيد بن عياد، هل ترى أن الشعر لا يزال قادرا على التأثير أم أن أثره بدا خافتا نوعا ما في هذه الأيام؟ يعني الخير موجود، ولن يعدم العرب، لن تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين. الخير دائما موجود، وإن كان يعني الموجة الطاغية يعني للنثر والكتابات النثرية والقصصية والمسرحية وما دونه وما شابه. نعم، لم ترى أنت أن الغلبة في هذا الزمن الذي نعيش، أن الغلبة للقصة والمسرحية والكتابة النثرية على حساب الشعر مثلا؟ لا، حتى الشعر يعني له جمهوره، بدليل الأمسيات الكثيرة التي تقام هنا وهناك. نعم. في الوطن العربي، فقط يعني المستوى هو الذي يحتاج إلى إعادة النظر. نعم. طيب، عن التأثير في العصب الفكري لدى المتلقي العربي، هل ترى أن الشعر لا يزال قادرا ويمارس دور البطولة فيما يخص التأثير بعموم المجتمعات العربية؟ يعني في زمن ما كان الشاعر بمنزلة وسيلة الإعلام بالنسبة
لقريته أو قبيلته أو شعبه. تراجع الأمر، لا يمكن أن ننكر أنه تراجع، لكن لا يزال هناك شيء من من الأمل يبقى حاضرا. وإلى شيء من الشعر الآن، نريد أن نستمع إلى أولى القصائد التي ستقرأها علينا في هذا المساء الجميل. شكرا. تفضل أستاذ سعيد. سأقرأ قصيدة قديمة كنت قد نظمتها في الفترة بين أواخر 2008 وأوائل 2009. تفضل. بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة، نعم، يعني من 27 نوفمبر ديسمبر 2008 إلى غاية، نعم، منتصف يناير 2009، وما رافقه من تخاذل على مستوى العربي. عنوان القصيدة رسالة إلى الأخ الخائن، ومع الأسف الشديد يتجدد الأمر. رسالة إلى الأخ الخائن: أنشر على جثتي ما شئت من غزلي، وانثر على وجنتي ما شئت من قبلي، واستجدي ما شئت من شوق ومن شجن، واستعدي ما شئت من شعر ومن زجلي، وانسج لحزني من ورد الهوى كفنا، واغسل جراحي في بحر من الأمل، لن تستميل فؤادي قيد أنملة، إني أحس دبيب السم في العسل، قد شب عمرك عن طوق يذل به، واستوعب الفرق بين الذئب والحمل، كم بسمة راودت قلبي تجود بها كالليث فيما روى الأجداد في المثل، كم دمعة ظرفت عيناك ترسلها كدمعة المشتكي من قشرة البصل، كم نغمة داعبت أذني تعزفها لحنا تدفق من قيثارة الدجل، كم ذا سمعت أخي حتى سئمت أخي، ماذا تفيد أخي قول بلا عمل، رعد يجلجل في الآفاق يصعقني، فلا أرى منك إلا طيف الجبن، فلا أرى غير طيف الجبن والكسل، واليوم أعلنها والقلب منتحب، قد بان منك وميض الغدر في المقل، هذا عدو الذي قد كنت تابعه بالعطف، صرت له كالتابع البدل، هذا عدو الذي قد كنت تابعه بالعطف، صرت له كالتابع البدل، لبيت دعوته، قويت شوكته، أعليت حجته في كل محتفلي، أدخلته بلدي، أطعمته جسدي، سلمته ولدي من غير ما خجلي، لولاك ما خفقت في الأفق رايته، وما تجرع غير الذل والفشل، ما ذنب غزة كي تسبى ابتسامتها، فلا ترى منك غير الصمت والشلل، حتى الحديث عن الحق السليب غدا في ناظريك أذن يفضي إلى الزلل، دع عنك أغنية ضاق الفؤاد بها، واكشف خيانتك العظمى على عجلي، إني لأبصر بعد الليل فجر غد تشع أنواره في السهل والجبل، ليعلم المجد من أولى بسدته، أمسلم بطل أم مسلم البطل. الله 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 الله، ما أجمل هذا الفكر النوراني، هذا الفكر الممتلئ عزما وقوة وإصرارا ويقينا على التزام طريق الحق ونصرة كل مضطهد ومظلوم ورد كل ظالم ومضطهد. أستاذ سعيد، لنتحدث قليلا عن المبدأ في القصيدة، وماذا عن القصيدة التي تخلو من مؤازرة أبناء الجرح؟ تفضل. يعني
يعني هو مبدئيا يعني أي وسيلة أي سبيل للإبداع، أي وسيلة سواء كانت قصيدة أو مسرحية أو المفروض أن تحمل فكرا. نعم. يعني حتى لو كانت يعني هزلية لا بد أن تحمل في طياتها فكرا معينا يريد صاحبها أن يوصله إلى غيره. لكن يعني المستوى يختلف من فرد لآخر، يعني هناك من يركز على التفاهات التي يعتقد أنها تحمل في طياتها فكرة، وهناك من يهتم بجلائل الأمور. وأنا أرى أن الشاعر يعني لا بد أن تكون له، لا أقول يعني كل قصائده، ولكن لا بد أن تكون في قصائده جرعة من المبادئ التي تشبع بها، ومن يعني أن تعبر قصائده عن شخصيته. وماذا تقول في الدخلاء على الشعر ممن لا يزالون ينتظمون وقوفا على أبواب الطغاة من الظالمين؟ لا أجد ما أقوله غير قل ما تحب، لا مشكلة. أمر مؤسف، أقل ما يمكن قوله. نعم. أمر مؤسف يعني أن يهدر المرء طاقته في أن يبني سعادته على حساب تعاسة الآخر إلى قضايا أمته وعلى حساب سلام سعادة غيره. طيب، إذا أردنا الآن أن نتحدث عن المغرب العربي كما يحبه سعيد بن عياد، حدثنا عن المغرب الذي تحبه، المغرب الذي يطوف خيالك ومخيالك ولا يبرح قصائدك ولا يفارقها، تفضل قل ما تحب. هو وطني وهو بلدي الذي نشأت فيه وأفتخر بالانتماء إليه، وهذه غريزة طبيعية في كل شخص. الرسول صلى الله عليه وسلم حين غادر مكة نظر إليها نظرة وداع وقال إنك أحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يحدون الأمل في أن تتغير الأمور على المستوى الشعري وعلى المستوى جميع المستويات، يعني نعم، إلى الأحسن. وما ذلك على الله بعزيز وتعزوا علينا القصيدة التي تقولها فنحترمها كثيرا إلى قصيدة جديدة. ماذا ستقرأ علينا هذه المرة أستاذ سعيد؟ لك الحرية الكاملة في اختيار ما تحب، تفضل. سأقرأ القصيدة التي شاركت بها في مسابقة كتارة في 2019 في كتارة لشاعر الرسول المقامة في الدوحة. نعم، تفضل. وعنوانها أمير القلوب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. زفت إليك بحور الشعر فاغترفي، وأزجي فيها سفين الشوق واغترفي. لا تكبحن جماح الحرف، إن به شوقا إلى رشفة من كوثر الشرف. كم فاح عطر قوافيك الحسان على أعتاب مي، وكم أبدعت من تحفي، وكم زففت بنات الفكر في نغم، تخطفتها بنات الأيك في شغف. الشعر بحرك فاستمتع بزرقته، وارمي الشباك تنل درا بلا صدف. ما لي أراك وقفت اليوم مرتجفا، ما لي أراك وقفت اليوم مرتجفا، أيرتجى طرب من ناي مرتجف. هذه رياضك قد شحت جداولها، وظل دوحتها الغناء لم يرف. أعياك وصف حبيب جئت تمدحه، كأنك الدهر لم تمدح ولم تصف. كأن أحرفك اختلت مخارجها، فكبكبت كلها في مخرج الألف. تسعى إلى هدف تعيا الجبال به، أعظم
بمدح رسول الله من هدفي. ذاك الحبيب الذي زفت مكارمه من قبل مولده في أكرم الصحف، الله أبدأه بالحسن رصعه من يوم أودأه في أشرف النطف، لم يشرق الحرف من فجر القصيد على أغر من نزهة في روضه الأنف، ولا تبسم ثغر الدهر عن درر أعز من جوهر من فيه ملتقى في أعية مدائحه الأقمار من سلف، فكيف يدركها الأغمار من خلف. الله الله الله. أرجاء مكة نشوى عام مولده تزهو بطلعة بدر غير منخسف، وتلك يعرب للبيت العتيق سعت ما بين مؤتلف منها ومختلف، قد كاد أبرهة يجتث كعبتهم لولا عناية رب البيت ذي اللطف. الله الله. جاء اليتيم وعين الحق تحرسه مستنبتا أملا في الأعين الظرف، جاء الذي ذاق بؤس العيش مصطبرا يدعو لنصرة أهل البؤس والشظف، جاء الرشيد وأهل الرشد في سنة والأصفياء على أوهى شفا جرف. اقرأ ترددها الدنيا مجلجلة تنساب من وطن بالجهل ملتحف، اقرأ لتسترجع الأوطان بهجتها، اقرأ لتطوي عصر الظلم والجنف. ليل غزا فلق الإصباح فيلقه فبسمة الشمس تمحو عبسة السدف، جاء البشير وقد عاجت بنا سبل يشق منها جرشد غير منحرف، يدعو إلى الحق بالحسنى وينثر في كل القلوب بذور العز والشرف، أدى الأمانة واستولى بحكمته على القلوب بلين القول للعنف، قد أحرز المجد من يسعى لنصرته وباء بالخزي أهل الكبر والصلف. صلى الجليل على المختار ما اتسقت أنغام طير على الأفنان معتكف، وآله والصحاب الزهر ما ظمئت نفس التقي إلى الأنهار والغرف. الله الله ما أجملك. أزحت دنيا انتظار الصبح عن كتفي وصحت بالليل يا أوراقه اعترفي، مري بريقا على ذكرى تخيل لي في القلب ظلا دنا مني، فلم أصفي سماؤه غير هذه، قلبه لغة كونية البعد تسجي الوصل للألف. ذكرتني بهذه القصيدة وفي ذات الموضوع وعلى ذات البحر والقافية، كأننا ننهل من نبع واحدة يا صديقي. ماذا تقول في مثل هذه المقاربات التي تقع وهذه التشابهات التي تحصل ما بين بعض الشعراء؟ رأيك في مثل هذه المسألة تفضل وبكل صراحة. مسألة طبيعية، يعني حروف اللغة العربية 28 فلابد أن تتكرر في القصائد والبحور 15 أو 16. نعم، نحت نسبة الاحتمال الرياضي يعني واردة، لا يمكن أن أصب. كل هذا الشعراء الذين مروا طوال التاريخ لا تتكرر أحرف الروي ولا بحور الشعر، لا بد أن يقع هذا من حين لآخر. أحسن. ربما النادر هو أن تشابه الغرض الشعري. نعم. نفسه، يعني أن تكون في نفس الغرض، لكن عموما مسألة مقبولة وارد. يعني نعم نعم. عن أكثر ما يزعجك في العامة الذين يتلقون اللغة العربية من مختلف وسائل التلقي، أكثر المسائل التي تزعجك وتتمنى لو أنها لم تكن موجودة في المتلقي الذي يعني تجده يعزف عن المعرفة عن التزود خصوصا فيما يتعلق بالهوية واللغة؟
لم أفهم السؤال، يعني في تلقي اللغة من أكثر ما مصادر يزعجك غير. في المتلقي الذي ينتمي إلى الهوية العربية اسما لكنه ليس حريصا على هذا الانتماء لغة ومعرفة وتزودا؟ أمر مؤسف، يعني يزيد الطين بلة تنوع المصادر التي تزعم أنها تفيد المرأة لغويا، وفي غالب الأحيان تأتي بأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان. يعني تصفحنا وسائل التواصل الاجتماعي نجد بدلا من أن يكون التركيز على الأمور الأساسية التي تفسد الذوق اللغوي نجد التركيز على أمور في أغلب الأحيان خلافية أو نعم. لنقول إنها بعيدة كل البعد نعم. عن الحقيقة، يعني كالتركيز على لا تقل مثواه بدلا من مأواه، ولا تقل يعني فرق ما بين الغيث والمطر، يعني أمور نعم. غير صحيحة. يعني أحسن. وماذا تقول في من يعني يخرجون من جلدهم أحيانا ف يعني يأتزر لغة غيرهم وينتسب إليها على حساب لغتهم الأم؟ موقفك من مثل هذه الظاهرة وقولك فيها؟ يعني الكائن البشري يعني كائن غريب الأطوار، يعني كل توقع منه كل شيء. جميل. مسألة عادية، يعني أن الإنسان لم يجد راحته في مجال معين ينتقل إلى مجال آخر. عموما أنا لست ضد التزود من اللغات الأخرى، لكن على أساس أن لا يكون ذلك على حساب اللغة الأم. لا نتحدث عن الذين يسعون إلى التزود بلغة وثانية وثالثة، لكننا نتحدث عن الذين يقرعون العربية ويرمونها بأنها لغة الرجعية وأنها لغة أو أنها سبب يعني تخلف الأمة اليوم، الذين يحملون اللغة فوق ما تحتمل وهي من كل ادعاءاتهم براء. نعم، السؤال نفسه يحمل الجواب، قلت إن اللغة براء منهم. طيب لن نبرئك من قصيدتك الجديدة. نعم. ماذا ستختار هذه المرة من شعر؟ لست بريئا من إلقاء القصيدة الجديدة، لن نبرئ ساحتك إلا بعد إلقائها. طيب ماذا ستقرأ هذه المرة أستاذ سعيد؟ سأقرأ قصيدة شعر العجائب. تفضل. تتحدث عن واقع الشعر في نعم. في زمننا هذا. اقرأ رب يستر. تفضل خذ راحتك، لا مشكلة. أتنكر يا شعر العجائب ما بي، وتعجب من حزن توخى فؤادي، وتزعم أن الوصل يخمد لوعتي، ولم تدري أن الوصل يذكي عذابي. فوصلي إياك احتراق لمهجتي، ووصلك إياي اختراق لذاتي. الله الله أعد. فوصلي إياك احتراق لمهجتي، ووصلك إياي اختراق لذاتي. أشوقا تناديني إليك، ومن أنا لأركب أشواقي فأرقى المعالي. الله. وأنا لمثلين التلاقي، وهذه طبائعنا تأبى علينا التلاقيا. فلست بفردوس الخيال مبشرا، ولست إلى نار الحقيقة داعيا. يا الله. مجددا أعد لو سمحت، أعد هذا البيت. فلست بفردوس الخيال مبشرا، جميل. ولست إلى نار الحقيقة داعيا. أبثك شكوى القلب لحنا مرتلا، فتنشدني لحنا عن القلب نائيا. وأرسم أشواكا وصوتا وظلمة، فترسم لي غيدا ودفا وساقيا.
وأفصح عن معنى توهج نوره فتفصح عن لفظ يحاكي الأحاجية وتصفو لك الأفراح إن هدني الأسى وتحلو لك الأمداح إن كنت هاجيا بحار بأسباب الفراق خبيرة بحار بأسباب الفراق خبيرة إذا اختارني بحر تخيرت ثانيا الله فيا شعر فيا شعر إن شقت عليك صراحتي وضقت بأشجاني فذرني وشانيا ولا تسألني عن قواف نثرتها فتلك الدواهي أنطقتني القوافيا وشر الدواهي وشر الدواهي أن أرى لي أمة ترى غيرها يرقى فتبقى كما هي يغرد في أوكارها الجهل ضاحكا وينفر من أقطارها العلم باكيا ويبزغ من أشواكها الذل يانعا ويغرب عن أشواقها العز ذاويا تعض على الدنيا أنامل حسرة وتجري على الدين الحنيف المآقيا فلا هي في الدنيا تشرف عصرها ولا دينها يرضي العصور الزواهية لئن عرف الأجداد للصفر قدره لقد صار للأحفاد خلا مصافيا وهل ترتقي إلا إلى الصفر أمة قد امتشقت عند الخطوب الأمانية إذا خط أهل الفخر فعلا مضارعا أعدت لهم فعلا يضاهيه ماضيا الله 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 ما أجملك يا أستاذ سعيد. الآن سأخذك إلى أسئلة مختلفة. لم ينتهي النص، بقي ثلاثة أبيات لك أن تكمل، لكن عد وذكرنا بالبيت الذي توقفت عنده. إذا خط أهل الفخر فعلا مضارعا أعدت لهم فعلا يضاهيه ماضيا وتزعم يا شعر العجائب أنني أزف إلى الموت البطيء فؤاديا وأحمل أثقالا إذا ما نبذتها بدت ظلمتي نورا ودائي دوائيا لك العذر كل العذر فيما تقوله فإنك من فوق السحاب ترانيا وإن حديثا ينكر القلب صدقه لآخر ما تهفو إليه جراحيا فذرني وأشجاني فإني كما ترى أسير شجون قد ألفت وثاقيا وحسبك من قبل التفرق صرختي أتنكر يا شعر العجائب ما بيا أتنكر يا شعر العجائب ما بيا. هل انتهى النص؟ نعم. جواب نهائي؟ نعم، ختمته بنفس الشطر الذي بدأته. جميل جدا أستاذ سعيد. الآن سأخذك إلى أسئلة مشاكسة نوعا ما، وسنتحدث الآن عن علاقاتك الخاصة في الشعر، ولكن كيف؟ حدثني الآن بداية عن علاقتك الخاصة باللغة العربية، وكيف تفضلها؟ طقوسك معها، نظرتك إلى مضمونها، إلى مكنونها، إلى جوهرها، إلى معلومها الخفي منها عن أبنائها. حدثني عن علاقتك الخاصة واللغة العربية، تفضل. يعني علاقة عادية، لا شيء يميزني عن غيري في هذا المجال. لا تكن متواضعا يا رجل وقل ما تحب، تفضل. لا شيء. اكشف لنا بعض الخفايا التي تخبئها عنا وعن جمهورك من المحبين. نعم، لغة أحببتها منذ صغري، و طب أحياناً كنت أشاكس بعض الأساتذة في بعض الأحكام. اعترف وصرح. ثم بعد ذلك تبين لي أن الأمر ليس بالهين وأنه بحر لا ساحل له وأن هناك مصادر أخرى غير التي ألفناها في تعليمنا العادي ككتب أمهات كتب النحو ككتب القراءات القرآنية. عكفت على ما يسر الله لي منها وما زلت أتعلم، يعني كل يوم أراجع فكرة قديمة يتبين لي خطأها، لسان في تعلم ما دام حياً.
ما زلت تتعلم وما زلنا في هذا العدد المتميز من بيت القصيد شاعرنا المغربي الأستاذ سعيد بن عياد. سنخرج إلى فاصل قصير بعده نعود لاستكمال ما تبقى. إذن مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام نرحب بكم مجددا، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكر ضيف هذا العدد من بيت القصيد معنا من تطوان من المغرب العربي الشاعر سعيد بن عياد. حياكم الله أستاذ سعيد مرة أخرى وأهلا وسهلا بك في بيت القصيد. مرحبا بك من جديد أستاذ سعيد. لازلنا في إطار الحديث عن العلاقات الخاصة مع اللغة والشعر والنحو والصرف وخلافه، ليتك تكسب المتلقي إحدى مهاراتك والخبرات التي تقودك إلى معرفة، يعني حدثنا واكشف لنا سر خبرة معينة، مهارة معينة من خلالها تكتسب معرفة ما في اللغة، حدثنا عن طريقتك وطقوسك لاكتساب المهارات والتعلم. ليست هناك طقوس معينة، أنا قلت لك فقط هناك مبادئ ينبغي الانطلاق منها. نعم. قبل الخوض في أي موضوع لغوي، لأن المفتين كثر في هذا المجال. المبادئ التي أنطلق منها هي المبادئ التي كان ينطلق منها القدماء منذ وضعت اللبنات الأولى لعلم النحو أو للغة بصفة عامة. الأشعار العربية القديمة كمصدر من مصادر اللغة، طبعا بعد القرآن الكريم بقراءاته المختلفة، هذه مصادر ينبغي أن لا تناقش. لا يمكن لإنسان أن يأتي ويلزمني بالتفريق بين كلمة وكلمة لمجرد ذوقه الشخصي، وهي واردة في القراءات الصحيحة وفي الأشعار القديمة وفي معاجم اللغة. هذه مصادر لاني أعتمدها ولا أناقش حجيتها. ثم بعد ذلك يمكن للإنسان أن يستخدم فكره، يجتهد فيما شاء، بعد ذلك يحق له أن يجتهد فيما شاء. نعم. طيب الآن إذا أردت أن تنصح الجمهور بما تعدها أمهات الكتب لينطلقوا ويتوسعوا في اللغة العربية، هل لك أن تختار أسماء ثلاثة كتب من المفضلة لديك؟ تفضل. شروح ألفية ابن مالك، جميع شروح ألفية ابن مالك. نعم. جميع. ينطلق جميع. قبل ذلك يعني بالنسبة للمبتدئين، هل تنصح بالبيان والتبيين مثلا للجاحظ، الكاتب، للمبرد، هل تنصح بمثل هذه الكتب؟ الأجر الرومية، نعم، بالنسبة للأجر الرومية هو من المصادر المعتمدة وكاتبه مغربي، هناك شروح معينة للأجر الرومية، ثم شروح ألفية ابن مالك، ألفية ابن مالك، ومن شاء التوسع يمكنه أن ينتقل إلى شافية ابن الحاجب، أو يختم بكتاب سيبويه. لا أقول كتاب سيبويه لأن هذا يحتاج إلى إلى صبر ومعاناة. نريد الآن قصيدة، قصيدة جديدة، ماذا ستقرأ هذه المرة؟ سأختار قصيدة للأطفال حتى أنوع. تفضل، لك أن تقرأ ما تحب، أسمعنا مما تشتهي وتحب أن نستمع. مجموعة شعرية للأطفال كلها مخصصة لتراث مدينة تطوان، يعني تفضل. تحث الصغار على الاهتمام بهذا التراث، بتراث مدينتهم. نعم. تعرفهم على أبوابها وعلى تقاليد أهلها وعلى بعض الأحياء التقليدية فيها. تفضل. أنا سأختار قصيدة عامة يعني التي بدأت بها
لا مشكلة، تفضل أسمعنا. لا حتى ندخل في الخصوصية. قل لنا أذان مصغية، شنف أذاننا بما لديك، تفضل. عنوانها في هوى تطوان، وهو نفس العنوان الذي اخترته للمجموعة. نعم. أحب مدينتي الغالية، وأعشق أسوارها العالية، وأشدو بأسماء أبوابها، وأزهو بأيامها الخالية، ويجذبني سحر أحيائها، وبهجة ألوانها الزاهية، وتسبي تقاليدها مهجتي، الله، ولهجتها الحلوة الراقية، وحكمة قوم قضوا نحبهم، وآثارهم بيننا باقية، وفي كل درب أرى مشهدا، أرى فيه أمجاد أجدادية، وفوق الغصون أرى جوقة بذكر مناقبهم شادية، وبين الرفوف كنوز بها تفاخر تطوان والناحية. الله الله. وشمس الحضارة من أرضنا تبث أشعتها الصافية، وروض المعارف للمشتهي يمد قطوفا له دانية، وروض المعارف للمشتهي يمد قطوفا له دانية، فلا تعذلوني في عشقها، ولا تكبح الوزن والقافية، فتطوان عندي بحر الهوى، وروحي في موجه جارية. فتطوان عندي بحر الهوى، وروحي في موجه جارية. وروحي في موجه جارية. أنعم بهذه الروح التي تتشبث بعادات وتقاليد وموروث بلدها الذي تحب وتنتمي إليه. لم نرتوي بعد، فزدنا يا أستاذ سعيد من نفس النبع، تفضل واقرأ ما تحب من نفس المجموعة. من نفس المجموعة؟ نعم نعم، تفضل زدنا. طيب. إلى نص جديد من ذات المجموعة أيضا، اقرأ ما تحب، لا عليك، المتوفر بين يديك لك أن تبدأ به وتقرأ. لا أخشى أن أدخل في الخصوصيات فقط لأن المجموعة. طيب تفضل، لا مشكلة، لا تخشى، سنفهم. طيب. عليك ما تقول، لسنا أعاجم. طيب تفضل. سأقرأ نصا عن ماذا؟ عن حي. نعم. من أحياء تطوان القديمة يسمى. نعم. بحي القصبة أو قصبة. جميل. وهذا يعني قصبة تطاون، وهو حي بناه المهاجرون الغرناطيون. نعم. قدموا إلى تطوان يعني هناك، على من أشهر ما تتميز به هذا الحي المنزل والحمام المنسوب إلى سيد علي المنظري، وهو قائد غرناطي إليه ينسب إليه، هو الذي جدد بناء مدينة تطوان، وإن كانت قد في الحقيقة بنيت قبل ذلك، ولكن هو الذي جدد بناءها مع مجموعة المهاجرين الغرناطيين الذين. نعم. قادموا إلى تطوان بعد الاستيلاء، بعد حروب الاسترداد كما يسميها الإسبان، بعد استيلاء الإسبانيين على غرناطة. نعم. بعد سقوط الأندلس. قصبة تطاول. إن مررت يا ولدي قرب قصبة البلد، فلتغني مبتهجا مثل بلبل غارد، هذه مدينتنا فلذة من الكبد، حبها يلازمني عن سناه لم أحد، الله، أمسها يرافقني إن خطوت نحو غدي، قد أعذت قصبتها من عيون ذي حسد، من بني مرينة صار ذكرها مدى الأبد. المرينيين هي سلالة حكمت، من سلالة التي تولت على حكم المغرب. نعم نعم، أعد وأكمل. نعم. أعد وأكمل. قد أعذت قصبتها من عيون ذي حسد، من بني مري نسر حبها ذكرها مدى الأبد،
يوسف مشيدها عاش عيشة الأسد، هذا من ملوك بني مرين. نعم. ثم ألبست حللا من ثيابها الجدد، جاءها ابن أندلس، وهو القائد الذي أشرت إليه الغرناطي، جاءها ابن أندلس زفها إلى الخلد، منظري اكتسبت منه أجمل البرد، ذاك بيته، التمول الآن في الحي، ذاك بيته وهنا مستحمه البلد، ذاك مسجد عبقت منه دعوة الرشد، الله، قلعة هنا انتصبت، هناك قلعة، والبروج للرصد، عليها بروج كانوا يحصلون بها. اقرأ بلا ترجمة يا أستاذ سعيد، لا عليك، لا عليك، سيصلنا المعنى. طيب، تلك دار حكمهم يا لحسنها الفردي، الله، في مدينة درر مثلهم، في مدينة درر مثلهن لم أجد، ليتنا في مدينة درر مثلهن لم أجد، ليتنا نسارع في حفظهن للآباد، ليتنا نسارع في حفظهن للأبد. وطبت للأبد، طاب هذا الانتماء، طاب هذا الوفاء وهذا الولاء وهذا الحس البسيط الممتلئ حكمة المفعم بجميل الالتصاق والانصهار وهذه التربة وهذا التاريخ، وكأنك تنقل شذى الأقدمين إلى أبناء الجيل الحالي والذي يليه والذي يليه. أحسنت أستاذ سعيد، ولا عدمنا هذه الإطلالة العذبة. سأخذك الآن إلى 5 مفردات، 5 كلمات سأطرحها عليك، فتخبرني عن المعنى الذي يمثلك في كل مفردة، ولا أريد المعنى والدلالة الدارجة، أريد المعنى الذي يمثلك عن كل مفردة. هل أنت جاهز أستاذ سعيد؟ أبدأ. إن شاء الله. الكأس ماذا تعني لك؟ الكأس، تفضل قل ما يأتي في بالك الآن، لا داعي لتفكير كثيرا، لا تفكر كثيرا يا رجل، قل ما تحب. مصدر، مصدر للشرب وسريع الانكسار، هذا المعنى الذي يتبادر. نعم. الصحيفة، الصحيفة مصدر من مصادر الأخبار، اندثر مع الأسف في عصرنا هذا. نعم. ألبوم الجدة الراحلة، ألبوم جدة، كان بإمكاني أن أجيبك لو عاصرت جدتي، لأنها توفيت قبل، جدتي مع أن توفيت قبل جئ إلى هذه الدنيا. أعتذر منك إذن، لا عليك. نعم. مدخل مدينة تطوان، مدخل تراث يستحق العناية، تراث يستحق العناية. أحسنت. والمفردة الأخيرة، القلم، بعدما أقسم الله به في كتابه الكريم لا أجد ما أقوله بصراحة. نعم. ألا ترى أنه أمانة وحسرة؟ نعم. وندامة، القلم وما يسطر. نعم. سبيل إلى الارتقاء أو الهبوط أيضا، أليس كذلك؟ نعم. طبعا. نعم. طيب، خذنا إلى قصيدة تكون عيدا لأولنا وآخرنا ومسكا لختامنا، نريد قصيدة تليق بختام هذه الحلقة من بيت القصيدة التي كانت جميلة رفقتك أستاذ سعيد بن عياد الشاعر المغربي القدير، إلى القصيدة الأخيرة في هذا اللقاء، وتستمر قصائدك العذبة أكيد، وصوتك العازف الشادي لن يتوقف بإذنه تعالى، إلى قصيدة الختام، تفضل. سألقي قصيدة جراح وطن، وهي مجارات متواضعة لمعلقة عنترة بن شداد، تفضل. غادر الشعراء. أحسنت اختيارا. هل غادر الشعراء من متردم، أم هل خبى وهج القصيدة في فمي، لا شمس في نسق الفراغ تثيرني، لا بدر في غسق الرداءة ملهم، لا عطر زهر، لا صداح عنادل، لا حسن، لا نعومة معصم. أعد البيت، أعد البيت السابق لو سمحت، أعد البيت السابق. لا عطر زهر،
لا صداح عنادل، لا حسن ثغر، لا نعومة معصم، لا خيل من عبس تغير فتفتدي شرفا سبته بنو قريظة بالدم. الله عليك، ما أجملك. لا سيف معتصم يعيد كرامة تزهو بها الجوزاء بين الأنجم. أن لصوتي أن يبلغني المدى، أن لصوتي أن يبلغني المدى، والصمت في وطن المشانق ملجم. أن لحرفي أن يضمد جرحنا، والجرح أوسع من حروف المعجم. أن لضادي أن يعانق أنفسا لا تحتفي بالضاد غير مترجم. الله. طير الهوى هجرت بلادي بعدما عبثت بأفنان الهوى يد مجرم. في كل وطن طير الهوى هجرت بلادي بعدما عبثت بأفنان الهوى يد مجرمي. وطني الذي بهر الشموس بهاؤه تسبي سناه جيوش ليل مظلم. ألقى الهوان بأرض يعرب رحله، يا ويلتا هذا المقام إلى كم. في كل شبر تستحل محارم كانت بفرسان العروبة تحتمي. الله الله الله. في كل محتفل بقايا خطبة تنعى إلى التاريخ عز المسلم. كم صبية لاذوا بمعتصم فما ألفوه غير أصم أعمى أبكم. يا الله. كم عبلة حين استغاثت عنترا، كم عبلة حين استغاثت عنترا، هتف المشايخ ويك عنترا وأحجمي. كم عبلة حين استغاثت عنترا، هتف المشايخ ويك عنترا أحجمي. باع البلاد رجاء مجد زائف، أنى يكون المجد للمستسلم. الله. وليت شعري شطر محنة أمة ما كنت قط إلى سواها أنتمي. لا عاش شعري إن أشاح بنبضه عنها ودندن بالهراء المبهم. فأنا لها وبها ومنها والهوى بسوى خصيب ربوعها لم يكرمي. فلها اشتياقي بسمتي إشراقتي غضبي دموعي فرحتي وتألمي. نسأل الله لك الفرح ولأهلك وذويك وللإنسانية جمعاء. أستاذ سعيد، وصلنا إلى الختام، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، كانت حلقة ماتعة ومائزة رفقتك. أشكرك أستاذ مصطفى، وأتمنى أن يتاح لنا اللقاء في فرص أخرى بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيدة. الأسبوع المقبل بإذن الله يتجدد لقاؤنا رفقة شعر آخر. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.